أهلا بكم مشاهدينا. ما يفوق عن 4000 منظمة مجتمع مدني موجودة حاليا في ليبيا، تشكلت جلها بعد ثورة 17 من فبراير، ويرى بعض المحللين أن دورها يبقى محدودا خاصة في تقديم بدائل ومقترحات لحل الأزمة التي تمر بها البلاد. فأي دور للمجتمع المدني في جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار؟ وهل يمكن لهذه المؤسسات الدفع بعجلة الحوار والتأثير إيجابا على مساره؟ وما هي المشاكل التي تعترض منظمات المجتمع المدني كي تلعب دورها على أكمل وجه؟ كل هذا وغيره نناقشه الليلة مع ضيوفنا، بداية عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، رئيس المكتب الاستشاري للحوار الوطني ووزير الحكم المحلي الأسبق سيد محمد الأحراري. أهلا بك معنا في هذه التغطية. وأيضا من جنيف عبر سكايب، رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد العقيلي. أهلا بك معنا سيد خالد. عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس أيضا المحلل السياسي عصام الزبير. أهلا بك سيد الزبير. إذا مشاهدينا، نستهل حلقتنا بمتابعة هذا التقرير. بعدما كان إنشاء منظمة للمجتمع المدني أو الانخراط فيها خطا أحمر في ليبيا قبل الثورة، فتح الباب على مصراعيه بعدها لتنشأ أكثر من 4000 منظمة حاليا، معظمها ينشط في الجانبين الإغاثي والإنساني. ويبقى دور هذه الهيئات محدودا في تقديم مقترحات لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها دفع الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار. مضت 3 أيام على انتهاء الجولة الأولى من محادثات جنيف، اقترح عاقبها المؤتمر الوطني العام مدينة غات مكانا لانعقاد الجولة الثانية كشرط لحضوره. وقد رحبت البعثة الأممية بموافقة المؤتمر على المشاركة في الحوار، مؤكدة أن جميع الأطراف متفقون على إعطاء الأولوية لعقد المباحثات داخل ليبيا. فإذا كان المجتمع المدني في تونس وغيرها من الدول المجاورة قد لعب دورا مهما في حل الأزمات، يطرح التساؤل عن دور المجتمع المدني في ليبيا في هذه المرحلة الدقيقة. إذن أهلا بكم مشاهدينا، وبداية أبدأ مع السيد الأحراري. سيد الأحراري، يعني لو نود أن نعرف يعني أين موقع المجتمع المدني، منظمة المجتمع المدني من الأزمة الراهنة في البلاد؟ ابتداء أهلا بك وبمشاهديك الكرام وبكافة الضيوف في هذه الحلقة. ما يجب التنويه إليها أخي الفاضل بأن ليبيا من الدول المتأخرة جدا في إظهار أو ظهور هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني، بعد 42 سنة من كما ذكرتم في تقريركم الآن، 42 سنة من حكم دكتاتوري مظلم حقيقة، لا يرى في لا ثقة له في أي من هذه المؤسسات ولا هذه الأفكار التي تسود كافة دول العالم. بعد هذا جاءت هذه المؤسسات، هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني لتظهر في حقيقة الأمر مع ظهور الأزمة ذاتها. ولهذا هي استطاعت أن تدير في لحظة من لحظات تاريخ ليبيا، بان الثورة 17 فبراير، كانت مؤسسات المجتمع المدني واستطاعت أن تعمل الكثير، ولكن داخل مجال اللي هو الإغاثة والأعمال الإنسانية التي ذكرتموها أيضا في تقريركم. لكن حقيقة بالنظر إلى هذا الكم الكبير جدا من منظمات المجتمع المدني الموجودة الآن والتي تفوق 4000 منظمة، منظمات المجتمع المدني، يبقى دورها بالنسبة إلى هذا الحجم دور ليس بالدور المنتظر. ولكن كيف نستطيع حقيقة أن نتكلم مؤسسات المجتمع المدني لم تنشأ إلا في فترة من فترات هذه الأزمة وتعيش لازالت في هذه الأزمة، أن نطلب منها دور أكبر من هذا الدور؟ أعتقد أن هذا الأمر محتاج إلى نوع من التراكم في المستقبل، وأعتقد أن ستنتهي هذه الأمور إلى إيجاد صيغ للتفاعل والتعامل مع طيب المجتمع. إذن 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 دعني أنتقل إلى السيد خالد العقيلي، رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان، وأنت ترأس هكذا منظمة. سيد العقيلي، كيف ترى يعني موقع المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني يعني مع الأزمة الراهنة التي تعصف في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بك وبضيوفك الكرام. الحقيقة يعني كان طموحنا عالي جدا، يعني بعد
مكانة الوضعية في ليبيا، وقضية القانون الخانق لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، قانون رقم 19. كافحنا ونفحنا في الأمم المتحدة، وضغطنا مع بقية المنظمات الدولية في أن نوع من الانفتاح. فجأة صارت الثورة، كان دور كبير للمجتمع، خلينا نقوله ككل، دوره كان داعم للثورة، كان صوت الناقل الحقيقي، وهذا يعكس طبيعة المجتمع. ودعمها للثورة كان انعكاسه واضح في تعامل المجتمع الدولي مع الـ مع الـ مع القضية الليبية، وكان واضح في إنجاح الثورة والوصول بها إلى المرحلة متقدمة، خلينا نقوله. لكن للأسف نحن نتحدث عن مجتمع مدني بكر، مازال ينقص الكثير من الخبرة، تنقص الكثير من القدرة على التنسيق مع بعض، ينقص الكثير من الثقة في كل الأطراف في الآخر، كل طرف في الآخر، تنقص عملية الجانب العلمي، الجانب الإداري، الدعم المالي. للأسف أن بداية ما بعد التحرير أو في الأثناء كانت تنشأ مؤسسات محسوبة على المجتمع المدني، لكن لها أهداف حقيقة ما هيش نظيفة، خلينا نقوله. وهذه سببت الكثير من المشاكل فيما بعد، لكن يبدو أن هناك من تفطن لأهمية نعم. أن كنا إذن نرى هذا سيد المفتاح. عقيلي، سنتطرق إلى هذه التفاصيل بخصوص انتماء هذه المنظمات المجتمع المدني وتأثيرها على الأزمة الحالية. سيد الزبير، كيف ترى وكيف تابعت منظمات المجتمع المدني والوضع اليوم، وضع الأزمة الحالية اليوم؟ هو في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم، ورحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدينكم. حقيقة أن المجتمع المدني يعتبر مجتمع جديد على ليبيا من ناحية النشأة ومن ناحية حتى العمل التطوعي. كان العمل التطوعي محدود الاتجاه والفاعلية داخل ليبيا في تلك الحقبة الماضية، ولكن ما رأيناه هو أن هذا المجتمع المدني سعى بقوة في بداية الأزمة من خلال العمل الإنساني، وتصاعد بدوره وتفتح كثيرا، حتى أنه بدأ يتعامل مع مؤسسات دولية دون الرجوع إلى الدولة الليبية، مما ساعد على دخول بعض الأجندات التي ضربت بعمل بعض منظمات المجتمع المدني، والتي أصبحت ترى في نفسها أنها فوق الدولة، بل وتغولت حتى على الحكومة وعلى المؤتمر الوطني، وأخذت تسير حتى في اتجاهات وتجاذبات سياسية، مما ضيع العمل سواء الإنساني أو العمل المجتمعي المدني داخل الدولة الليبية، وأصبح يريد أن يتجه كذلك بسياسة الدولة في اتجاهات عديدة، مما جعلنا نخوض الآن في تراكمات ما فعل وتداعيات ما جرت عليه من منظمات عديدة، منها لا للتمديد وما تمخضت عنها من لجنة فبراير، وضياع المشاركة السياسية، وضياع تقبل الآخر، وهو ما نعانيه الآن من حروب واشتباكات وصراعات داخل الوطن الليبي الواحد. لم يساعد هذا المجتمع المدني على التقارب وعلى وضح الحقيقة وعلى الدفع بوسائل الإعلام والضغط عليها بإنتاج الحقيقة، عكس ما نراه الآن وما يروج وما يدفع به حتى الآن أثناء الحوار، يروج إلى ادعاءات وإلى تصريحات تريد أن تعمل على عدم توجيه الحوار التوجيه الصحيح، وكذلك الدفع به نحو اتجاه ومنظر خطير. كان يتوجب على منظمات المجتمع المدني أن تضغط على الحكومتين المتواجدتين الآن للدفع بها نحو الأخذ بقوة بالموقف والمشهد والتعامل مع الأمر ما يجري على داخل الدولة الليبية بكل حقيقة وبكل جدية، بعيدا عن أي توجه أو أي انتماء لطرف دون آخر، الاتجاه نحو بناء الوطن. وصلت الفكرة سيد الزبير، وصلت فكرتك. دعني أذهب إلى السيد العقيلي. السيد العقيلي، إذن الكل الآن اتفق بأن بداية منظمات المجتمع المدني لا زالت في البداية، لا زالت فتية في فكرها وحتى في خبرتها. برأيك اليوم، ونظرا لما يحدث اليوم من اشتباكات وصراعات مسلحة ودعوة للحوار والبدء في الحوار،
يعني هل ترى أن لهذه المنظمات من المجتمع المدني المتعددة ورقم كبير كما أشار السيد يعني السيد الأحراري إلى ما يتجاوز عن 4000 منظمة، هل لها دور في ما يحدث اليوم في هذه الصراعات في هذه الأزمة؟ طبيعي هي لها دور، يعني حقيقة لكي لا نقبض حق يعني بعض المؤسسات، هناك مؤسسات فاعلة لها دور، تحاول أن تتكاتف مع بعضها، يعني تضع برامج معينة لها نوع من التنسيق، ولكن للأسف مقارنة بالرقم 4000 يعني قليل جدا هذا النوع من هذا النوع من المنظمات، لكن لها تأثير. يعني أعطيك فكرة على قضية يعني كيفية التعامل مع برناردينو عندما توحدت مجموعة من المنظمات وأرسلت برسائل أو في بيان يحوي رسائل مهمة، كان لها يعني تأثير الحقيقة بليغ، ويعني ينظر لها بعين الاحترام من طرف المجتمع الدولي ويتم التفاعل معها. فهذا المؤسسات المجتمع الدولي إلى الآن لا تدرك حجم يعني مقدارها، لا تدرك يعني الطاقة الكامنة اللي هي موجودة عندها واللي هي فاعلة. للأسف هناك يعني عامل مهم ناقص في هذا الجانب، اللي هو عامل الثقة في الأطراف في بعضها البعض. هذا يعني يحتاج مزيد من التعزيز، يحتاج مزيد من التنمية، كل طرف لديه بعض الشكوك في الطرف الآخر. فإضافة لعامل آخر مهم جدا اللي هي تأسيس مؤسسات المجتمع المدني كيف تمت، يجب في الوضع الحالي متاعنا الآن اللي وقع في ليبيا يعني يتم نوع من الغربلة لمؤسسات المجتمع المدني حتى يتبين أن يوضع قانون معين تتبين فيه اللي هي تمتلك فعلا القدرة وتمتلك شفافية وتمتلك يعني المصادر أموالها تكون واضحة من أين تدعم، يكون مواقفها في كل القضايا المطروحة بشكل متزن بشكل محايد وليس يعني ميلا لطرف على حساب الطرف الآخر. فمثل هذه الأشياء حتعزز وتنمي قدرات المجتمع المدني وتأثيرها يعني محليا وتأثيرها في نفس الوقت على المستوى الدولي. فأرى أن هي نراها مفتاح لما نحن فيه الآن يعني من وصلت الفكرة سيد العقيلي. سيد حراري، إذن رقم كبير وفيما يبدو دور بسيط، كيف تعلق على هذه النقطة؟ أخي الفاضل، أنت ذكرت وقلت بأن ليس هناك عمل تراكمي، ليس هناك ثقافة تراكمية لفكرة المنظمات المجتمع المدني. المنظمات المجتمع المدني لا زالت تحبو في ليبيا، لا زالت تحاول تكون. أنا مطمنك ومطمن بقية الإخوة المشاهدين أيضا، هناك تكتلات الآن أصبحت داخل هذه المؤسسات، أصبحت تعي أن هناك دور أكبر ينتظرها. الآن يجب أن نحدد أمر واضح جدا، في ظل فترة انتقالية وليست كأي فترة انتقالية، فترة انتقالية تمر بها الدولة بمنزلق خطير، تمر الدولة بأزمة خانقة، يجب حقيقة أن لا تكون هناك مؤسسات مجتمع مدني تدفع لنوع من المطالب اللي هي لا يمكن أن تكون إلا في ظل دولة مستقرة دستورية لها مؤسساتها القائمة. فكرة الدولة الآن في ليبيا بين قوسين لا زالت، ولهذا لابد لمؤسسات المجتمع المدني أن تعي بأنها تعمل في فترة استثنائية وفي فترة صعبة جدا. أعتقد أن التكتل، وأنا كنت في مدة بسيطة جدا في الزاوية حضور أحد هذه التجمعات الكبيرة التي بدأت تنظم نفسها تحت تكتل واحد، اتحاد خاص بالمنظمات. أتمنى لهذه المنظمات خاصة التي تشتغل داخل فرع واحد أن تعمل على لملمة أمورها ووضع استراتيجية واضحة، خاصة أنها تملك حلول أكثر مرونة مما تملك المؤسسات الأخرى. لابد لها أن تعمل مؤسسات الدولة الثلاثة ومع الأعلام أيضا، هي الآن تسمى في العالم الآخر بالسلطة الخامسة. هذه السلطة لابد أن تنظم من الآن بشكل طيب حتى لا نقع في محظور بعد ذلك في كما يقول الأخوة، لابد من تصفيتها ولابد من تصفية هذا الأمر وذاك الأمر. أنا أعتقد أن منظمات المجتمع المدني قادرة على أن تصفي أمورها الداخلية، أعتقد أنها قادرة على أن تقود شيء ما أو جانب من جوانب هذه الأزمة. أقول وأكرر لحد الآن من يقوم بالإغاثة، من يقوم بالأعمال الإنسانية، أكثر هذه الأمور تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، حتى عند تدخل الحكومة والدولة فإنها تتدخل
تساعد هذه المؤسسات المدني في هذا العمل. أعتقد الآن على هذه المؤسسات أن تعي جيدا بأنها تختلف عن الأحزاب لأنها لا تطمح إلى السلطة، وتختلف عن القطاع الخاص لأنها لا تبتغي الربح، ولأنها تطوعية، ولأنها لا تبتغي السلطة، عليها أن يكون دورها دور ضاغط من أجل دولة، من أجل هذه الدولة التي تطمح لها هذا الشعب، من أجل إيجاد هذه المؤسسات التي ننتظرها جميعا. وأعتقد أن هذا الدور سيكون فيه براح كبير لهذه المؤسسات للعمل، ولكن علينا الآن أن نعي جيدا بأننا في فترة انتقالية نحتاج فيها لمؤسسات واعية تدعم شرعية هذه الدولة حتى نخرج من هذا المأزق وهذه الفترة العصيبة التي تعيشها الدولة. نعم. طيب سيد العقيلي، وأنت أشرت يعني في 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 مستهل حديثك أن يعني المنظمات أبدت جهد غير عادي في أثناء الثورة وحتى يعني إلى ما بعد استقرار الثورة، نوع الاستقرار، يعني هذا الجهد كان واضح في ذلك الوقت أدى إلى نوع من الاستقرار بعد الثورة مباشرة. هل الآن يعني انطفأت هذا الجهد، انطفأ على الآخر، وبالتالي لم يعد يخرج أو يكون واضح حتى في دورها الحالي؟ يعني خلينا نقول فيه مصطلح التراكمية ذكر الأستاذ محمد قبلي، هذا مهم للغاية. يعني في بداية الثورة كانت فعلا هناك يعني نوع من الزخم الضخم اللي أدى وصل بنا للمرحلة لما بعد التحرير ومرحلة تشكيل خلينا نقوله يعني حكومات مؤقتة. للأسف يعني نزع او نزعت مؤسسات المجتمع المدني لحالتها الاستاتيكيه السابقه اللي هي نحو المجتمع الابوي، ان الان فيه دوله، فبالتالي الدوله تتكفل بوضع الحلول لكل المشاكل اللي هي قائمه. من هنا يعني اخذنا، من هذا المدخل نحن اخذنا، كل المجتمع نظر ان خلاص الان موجوده حكومه، فبالتالي الحكومه ستحل جميع المشاكل. الحكومه في وضع ما بعد الثوره حكومه ضعيفه، حكومه هشه، لا تملك هي نفس الخبره. هناك العديد من اطراف هذه الحكومات اصلا المؤقته هي اصلا يعني جايه باجندات سيئه وليست اجندات وطنيه، فكل هذا في غياب يعني او في تراجع مؤسسات المجتمع المدني وجدنا انفسنا في 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 هذه المرحله. الان اعتقد بدا نوع من الوعي لدى المؤسسات او لدى المجتمع بشكل عام باهميه الترابط، باهميه التراكم او الارتباط مع بعض لنجاح والوصول لبر الامان. انا اعطيك بس يعني مثل، انا قابلت حقيقه كثير من الفاعلين على سواء في الاتحاد الأوروبي أو من غيرها من الدول، فكانت الملاحظة الدائمة المتكررة هي قضية انعدام الثقة ما بين مكونات المجتمع المدني. ذكر لي أحد الأطراف اللي هو كان يعني لديهم مشاريع في 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 ليبيا من الاتحاد الأوروبي، من البرلمان الأوروبي، أن 40 شخصية، كل شخصية أو جمعية تريد أن تقابل هذا الطرف لوحدها على انفراد. فهذا يعني شنو السبب؟ السبب كل طرف لا ثقة له في الطرف الآخر، ويعتقد أن ونحن لن يكون لنا يعني كيان ما لم، خاصة مؤسسة المجتمع المدني، ما لم يكون هناك تنسيق، خاصة في اللي تحمل أهداف وحدة، تحمل نفس النوعية من المناشط. لو تم هذا التنسيق فعلا حيكون التأثير يعني مضاعف، وليس تأثير مثلا نحن كتضامن، نحن نعاني، نتمنى أن يكون لنا يعني حلفاء في هذا الاتجاه، حلفاء أنقياء فعلا ينظروا لقضايا الحقوق بمنظور واحد وليس بمنظور يعني طرف دون طرف، تنتهك حرمات، تنتهك يعني إنسانيته، فلا يبالي بينما الطرف الآخر يتم يعني مراعاته. هذا النوع من التمييز هو سيء. فهذا ما نتمناه في المرحلة الحقيقة القادمة، وهذا ما بدأنا لنرى ثماره إلى حد ما الآن. طيب أذهب إليك سيد الزبير، كيف تقيم دور هذه المنظمات والمجتمع المدني منذ بداية تأسيسها من يعني الثورة وأثناء الثورة إلى هذه اللحظة، حتى ندخل في سياق يعني ما تفعله أو ما ستفعله من أجل إنجاح الحوار؟ هو في الحقيقة مؤسسات المجتمع المدني في البداية بدأت تنطلق لوحدها،
لم تكن لديها أي رؤية معينة إلا العمل الإنساني والمساعدة لبعض الأطراف داخل الدولة الليبية التي تعاني من بعض الأزمات. بعد ذلك قامت الحكومة بتكوين جسم لها في وزارة الثقافة والمجتمع المدني، وأعتقد هذا كان لا يجب أن يكون. كان يفترض أن تكون هناك جسم يكون مركزي بوجود المجلس الأعلى كمثل المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني، تكون هذه مؤسسات مستقلة قد تدفع لها الدعم أحيانا من الدولة لتكون بعملها وتساعدها كدعم، لا تجعلها بأن تكون هناك أموال تضخ لها أو مساعدات تضخ لها من أطراف خارجية تسعى إلى فرض رؤية معينة، ليس كما مثل الرؤية التي تعني بها البيئة المحلية والدفع نحو اتجاهات معينة أو للتأثير على المشهد السياسي الليبي أو المشهد الاجتماعي أو المشهد حتى الاقتصادي. هذه المنظمات كان يجب أن تتولى، وخاصة في العمل الحقوقي، أن تتنال الوضع بكل شفافية وبكل حيادية، وأن تكون كما تكلم السيد محمد الحراري بأن تكون سلطة خامسة، تكون أداة ضغط حتى على الحوار الذي يجرى الآن، وأن تكون فاعلة وبقوة، وحتى أنها تضغط بمذكرات وبيانات وحتى برفع قضايا لكل من يحاول عرقلة هذا الحوار ولكل يدفع في اتجاه خاطئ ليس اتجاه صحيح، كان قصف بالطيران أو الاشتباكات التي يفترض ألا تكون على داخل المدن وحرب الشوارع التي نراها الآن واضحة جدا، والدفع ببعض المساهمات بفتح الممرات الآمنة، والدفع نحو تحقيق رؤية حقيقية للحكومة بتكوين جيش وطني حقيقي وبعقيدة جديدة. يعني هذا ما يطلب، هذا ما يطلب من المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. ولكن دعني أذهب إلى السيد عبد المنعم كركام، رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني حي الأندلس، انضم إلينا من طرابلس عبر الهاتف. سيد كركام، يعني كيف ترى دور المجتمع المدني وموقعه من الأزمة الراهنة في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لك التحية أخي الفاضل ولضيوفك الكرام المشاهدين. بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، هي دورها فعال الحمد لله رب العالمين من بداية الثورة المباركة. طبعا مؤسسات المجتمع المدني، أنا تبعت الحوار نتاع الضيوف لي تقريبا معكم حوالي 10 دقائق وأقل، في يعني كلام عندكم أنه هو المؤسسات المجتمع المدني في منها في تقصير، وفي منها في موجودين بكثرة، وفي منها من فعال. نعم، الموجود العمل لمؤسسات المجتمع المدني في إطار العمل للأزمة موجودين وبقوة. نعم، العدد كبير كما قال الأستاذ محمد، يعني يتجاوز 4000 عدد المؤسسات المجتمع المدني، بس الفعالين داخل العمل المخصص لهم يعني يعتبروا قلة جدا. مؤسسات المجتمع المدني دورها بداية الثورة المباركة. هل تعلم أخي الفاضل المدني يعني وصف بها من العمل حتى خارج ليبيا مش داخل ليبيا فقط؟ يعني نعرف مؤسسات عندنا منطوية تحت الاتحاد يعني ذهبت إلى أفريقيا الوسطى، إلى بورما، إلى عدة أماكن، اشتغلت عمليات أخرى داخل خارج ليبيا وداخل ليبيا. طيب، ولكن سيد كركام، يعني بخصوص ما يجي اليوم في من الوضع يعني الأزمة اليوم، وخصوصا فيما يتعلق بالحوار، هل هناك مقترحات تم تقديمها من قبلكم؟ هناك جهود أخرى تبذل بخصوص يعني جمع كل الأطراف إلى طاولة الحوار؟ مؤسسات المجتمع المدني دائما عندها دور فعال في هالامور هذه كلها، يعني في الحوار وغير الحوار. مؤسسات المجتمع المدني اشتغلت، واحنا الان نشتغل على حتى في موضوع الدستور الحالي الان، انتم ممكن تتكلموا على الازمه فقط استاذ فاضل، بس حتى موضوع الدستور تشتغل عليه مؤسسات المجتمع المدني. ان عندنا دائما ورش عمل على موضوع الحوار، احنا دائما نطالب بوقف اطلاق النار ووضع جلوس المتنازعين، جلوس الحوار، وكان يد موجوده لمؤسسات المجتمع المدني داخل هذا الامر تشتغل عليه. انا سمعت الاخ العقيل قال في من مؤسسات يعني غايبه على الساحه،
الساحة موجودة، موجود فيها مؤسسات المجتمع المدني، بس كل يغرد. فيعني نتمنى، يعني نتمنى من مؤسسات المجتمع المدني أن هي تكثف الجهود وتشتغل على، تكون يد واحدة، عملها يد واحدة وتشتغل على مواضيع يعني ليبيا الآن محتاجة، محتاجة المؤسسات المجتمع المدني. طيب شكرا سيد كركام، ابقى معنا. اعود اليك سيد نحراري. اولا اسماء يعني لك حريه التعليق، ولكن يعني بخصوص الحوار، هل هناك جهود من هذه المنظمات لتلعب دورها في هذا الحوار المتعثر بين اطراف النزاع؟ اخي الفاضل اسمع، اسمح لي ابتداء ببدايه بسيطه. لازم أن نعرف أن هذه المؤسسات المجتمع المدني هذه لا تعمل في فضاء خارج، هذه تعمل داخل المجتمع، داخل دولة مؤسساتها غير مستقرة. عدم الاستقرار المؤسسي ألقى بظلالها أيضا على التنظيمات المجتمعية السفلية، بالإضافة لذلك أن هذه المؤسسات المجتمع المدني تعمل أيضا داخل المجتمع لا يعي بعد دور هذه المؤسسات ولا الانطواء تحتها بشكل كبير، حتى تستطيع أن تقول لنا أنصار ومتطوعين إلا بشكل أو بآخر ليست بالمستوى المطلوب إلى حد الآن. كل هذه الأمور تؤدي إلى ضعف هذا الأمر. لكن أنا أؤكد لك، وأنا كنت حاضر ومعي السيد الفاضل ضيفك العزيز السيد كركاب، كانت مؤسسات المجتمع المدني تقدم في كافة المنتخبين للجنة 60، ثم بعد ذلك لمجلس النواب عندما كان وقت الانتخابات، كانت تقدم فيهم للناس، وكانت هناك جلسات، وكنت أحضر هذه الجلسات، وكنت أحضر من أعان على إقامتها. يعني وإن كان الحضور جد بسيط، يعني إن دور هذه المؤسسات تعمل حقيقة، ويمكنها أن تعمل أيضا من أجل الحوار. لكن لابد أن نتساءل، أي حوار يجب أن تعمل عليه هذه المؤسسات؟ يجب عليها أن تتكاثف مع مؤسسات الدولة الشرعية، هي تعمل داخل مؤسسة المؤتمر الموجود، المؤتمر الوطني اللي هو الشرعية المسلمة الدولية الشرعية، عليها أن تعمل داخل هذه المؤسسات بحوار واعي من أجل حقيقة تقليص هذه الهوة التي بدأت تتباعد بين الليبيين، وأنا أخشى ما أخشى على هذه الدولة. وأعتقد أن الدور هم القادم في هذا الموضوع قد يكون في تثقيف الناس. طيب يعني 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 سيد الحراري، هو التساؤل، هو التساؤل الآن، نعم سيد الحراري، يعني هو التساؤل الآن الأكثر، هو أن هذه منظمات المجتمع المدني باعتبارها فتية في فكرها وفي خبرتها كما أشرت وأشار ضيوف الكرام، ولكن يعني كان لها جهود واضحة في يعني بداية الثورة إلى ما بعد استقرارها، كان يعني واضح في استقرارها. أما اليوم يعني البعض يلوم عليها عدم وجودها، وخصوصا فيما يتعلق من وضع حلول ما للخروج من هذه الأزمة الحالية. ما هي عندما تتكلم على وضع حلول ما لأزمة حالية، الحقيقة ناخذ بالنشأة، نشأة هذه المؤسسات نشأت، لا أريد أن أقول من العدم، نشأت نشأة جديدة، نشأت مع إدارة الأزمة ذاتها، ولهذا كثفت جهودها كاملة في إدارة الأزمة، هي أخذت خبرة الآن في إدارة هذه الأزمات، وأنا أعتز بهذا الأمر باعتبارها كل الخبرات موجودة داخل هذه المؤسسات التي ممكن أن تعطي بعد ذلك لمؤسسات الدولة هذه الخبرات. لكن يا أخي الفاضل، أن تنتظر من مؤسسات ناشئة جديدة أن تكون لها حلول لأزمات متفاقمة لهذا الحد، قد تكون تستطيع أن تضغط من أجل أمر معين. أعطيك الحراك الآن الذي يعمل يوميا، الحراك بتاع ساحات الثورة الذي يعمل أسبوعيا، هناك مظاهرات في كل ليبيا من أجل دعم الحوار من جانب، من أجل دعم الشرعية من جانب آخر، من أجل أليست هذه مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وتعمل؟ نعم هناك مؤسسات تعمل، هناك مؤسسات لها كلمة مسموعة داخل المجتمع، لكن تنتظر أيضا بأن تكون في نوع من التراكم في الخبرة، من نوع من التراكم أيضا عند المجتمع المدني الذي تعيش فيه، حتى يستطيع أن يكون هناك نوع من التفاعل. لأن هي تعمل بين مؤسسات، سواء الدولة مؤسسة الأسرة، ولهذا عليها حقيقة أن تنطلق انطلاقات تحتاج أيضا إلى نوع من الاستقرار في مؤسسات الدولة، حتى تستطيع أن تبدأ بداية طيبة، وتستطيع أن يحصل هذا التراكم الذي يمكن بعد ذلك أن نتكلم أن هناك مؤسسات. نعم وصلت فكرتك سيد الحراري. نعم وصلت فكرتك سيد العقلي. إذا نأتي الآن إلى ما هو المطلوب من مكونات المجتمع المدني في هذه المرحلة. الحقيقة اللي نشوف فيها أن المطلوب الأول
هو إدراك المرحلة، إدراك الوضعية لحالها. هو يعني مؤسسات المجتمع المدني هي ليست بعيدة، هي اسمها مؤسسات المجتمع المدني، هو يعني هي جزء من الحالة اللي هي موجودة، الحالة حالة اللا استقرار، حالة الجهل بالواقع، حالة الترقب لما يعني تمر به، هي جزء من هالمنظومة اللي هي موجودة. لكن الأول شيء هو إدراك قدرتها، إدراك إمكانياتها، إدراك الطاقة اللي هي موجودة عندها في إحداث نوع من النقلة النوعية في تأثيرها وفي عطائها. للأسف هناك يعني من بداية الثورة كنا نتأمل يعني أن يكون نوع من التطوير في مؤسسات المجتمع المدني، خاصة يعني بعد فتح السبل، بعد الدعم اللي كان موجود يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. الآن فيه قسم خاص في مجلس حقوق الإنسان في جنيف خاص بمؤسسات المجتمع المدني. يعني هذه نحن بعيدين عنا كل البعد، تمنينا أن هي الحكومات المتتالية تبدأ تفتح نوع من القنوات مع المؤسسات الدولية لدعم. الاتحاد الأوروبي عنده مشروع متكامل، هو يعني من 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 وضع ميزانية ضخمة لهذا المشروع متعلق بمؤسسات المجتمع المدني. فهذا ليس العذر، هو الجهل، هو يعني معرفة المناط أو أماكن الدعم. هذا يعني هذا هذا جزء من تقصيرنا، جزء من الأمور اللي بدينا الآن ندرك أن نحن يعني متخلفين فيها، خلينا نقول إلى شيء ما. المجتمعات الغربية ما وصلت إليه بعد مراحل، هذه المراحل ضمن يفترض ضمن خطة معينة تدركها الدولة، تعلمها الدولة. لكن للأسف وجدنا كثير مؤسسات المجتمع المدني هي ورطتنا في أشياء، يعني ولعل ذكرى يعني ذكرى السيئة قضية جمعة إنقاذ بنغازي وما آلت إليه بنغازي بعد ذلك اليوم، هي من فعل مؤسسات المجتمع المدني، لكن هذه مغروسة. بينما تباعدت مؤسسات المجتمع المدني اللي هي فاعلة، اللي فعلا كان لها دور في الثورة، اللي هي فعلا يعني وصلت بنا لهذه لمراحل متقدمة. فالآن أرى أن هو إدراك الطاقة وإدراك الإمكانيات اللي موجودة لدى المؤسسات المجتمع. إذا هذا 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 هو المطلوب منها كما أشرت. إذا نعم سيد العقيلي، إذا المطلوب منها إدراك المرحلة وإدراك مدى طاقتها وتأثيرها. دعني أذهب إلى السيد عبد المنعم كركام. يعني سيد كركام، هل دعيت منظمات المجتمع المدني إلى الحوار الحالي بجنيف؟ والله سيدي الفاضل، لو كانت في دعوة لمؤسسات المجتمع المدني كانت مخفية أو دعوة ما عناش لم نعلم بها. الأمر أن دائما تتكلم يوجد مكتب في جنيف. هل تعرف يا أستاذي أن المؤسسات المجتمع المدني تشتغل من غير قانون داخل ليبيا، ما عندهاش قانون خاص بها؟ هل تعلم أن مؤسسات المجتمع المدني ليس لها يعني استقلالية، طبيعيتها طبعا زي ما نعرف تبع الوزارة وغيرها. فهذه أمور في العالم الآخر ليست هكذا تدار. مؤسسات المجتمع المدني ما يكونش عندها تبعية إلا للشرعية من فوق، ما يكونش عندها تبعية لأي وزارة، يكون عندها قانون خاص بها. نستغلوا إحنا لدينا ثلاث مع الناس قانون مؤسسات المجتمع المدني. يعني الدعوة كما قلت أنت، الدعوة للحوار، لم ندعو إلى الحوار. حتى المندوب الأمم المتحدة جلس مرة مع مؤسسات مجتمع مدني، يعني ما نعرفش ممكن يكون مؤسسات مجتمع مدني مختارين اختيار أو إلى آخره. يعني الأمر دائما في تعتيم لمؤسسات مجتمع مدني ويلام المؤسسات مجتمع مدني بشكل أنا مش متصورة. يعني إحنا نستغلوا في وضع الله يعلم به. فهل في أمور عدة تدار داخل هذه في 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 في, في البلد وما عندناش بها عن مؤسسات المجتمع المدني؟ ممكن. طيب إذا هذا يقودنا السيد كركام إلى أن نتساءل، ما إذا كانت لديكم مشاكل مرحلية الآن تواجهونها؟ نعم يا سيدي الفاضل، أنا قلت لك من الأول يعني عندنا القانون، ليس عندنا قانون لمؤسسات المجتمع المدني، ما عندناش قانون خاص لمؤسسات المجتمع المدني. في وضعت روحة قانون سابق ووضعت عند أهل التخصص، ولكن ما طيب ماذا عن غير القانون؟ ماذا غير القانون؟ هل هناك مشاكل أخرى أيضا؟ مشاكل أخرى، الدعم دائما مؤسسات المجتمع المدني تشتغل
ما غير دعم تشتغل يعني بمجهودها الذاتي. يعني طبعا هي منظومه ليست ربحيه، ولكن المشكله متى بستجد دعم لتسكين مجتمع او حوار كما اسلف الدكتور محمد. يعني درنا يعني حوار لجنه الستين وحوار مجلس النواب مع المنتخبين على مستوى حي الاندلس ومستوى طرابلس الكبرى، ف يعني كان بالمجهود الذاتي، وهذه مشكله. يعني الشباب يشتغلوا الان كم لنا يعني 3 سنوات ويشتغلوا يعني من جيبهم الخاص، هذه مشاكل عده. نعم شكرا جزيلا لك سيد كركام، وابقى معنا ايضا. دعني اذهب الى سيد الزبير. سيد الزبير، ايضا يعني هل هناك نقاط اخرى ايضا فيما يتعلق ما المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني في 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 هذه المرحله؟ هو تلاحق الأزمات داخل الدولة الليبية وفي ظل هذه المساحة الزمنية البسيطة جدا، في ظل نشوء مؤسسات منظمات مجتمع مدني جديدة في الوضع والمشهد الليبي، يجعل هذه المؤسسات قد لا تلاحق الوقت ولا تلاحق العمل بصورة جيدة، ولكن تواجدها يبشر بالخير حقيقة. كما أن في دفعها للحوار هناك قائمة وعدة ولم تشار فيها لأنه لعدم وجود جسم حقيقي موجود لمنظمات المجتمع المدني. هذا الجسم إذا كان مركزيا سيساعد بوجودها على طاولة الحوار لتدفع أطراف الحوار نحو الجلوس ولتكون داعما لنحو استقرار وأمن ليبيا. المنظمات المجتمع المدني كما يوضح العديد بأنها منظمات هي تحت تعتبر شبه حكومية، لم تكن منظمات حقيقة مستقلة لها رؤيتها ووضعها المستقل بعيدة عن الدولة. الحكومة تعتبر هذه المنظمات ضمن وزارتها، وزارة الثقافة والمجتمع المدني. هذه المنظمات بعضا منها اتجه إلى المشهد الحقوقي وأثر على المشهد الليبي، بل بعض منها انحاز إلى الأوضاع الجهوية والقبلية وأثر حتى على بعض التقارير التي تعدها منظمات طيب دولية. إذن سيد الزبير، إذن ما المطلوب على وسائل الإعلام؟ نعم إذن ما المطلوب منها؟ المطلوب هي الجدية وتواصل هذه المؤسسات مع بعضها والتكتل نحو تكوين جسم مركزي يكون له قوة ورؤية ودراسة وضعها بصورة جدية ووضع رؤية حقيقية لهذه المؤسسات والمنظمات تنطوي معها هذه المؤسسات مع بعضها، ويكون هذا الجسم مشرفا لها، وكذلك ضبط علاقات مع المنظمات الدولية والاتصال مع كذلك حتى الحكومة والضغط على المؤتمر الوطني وتوجيه الضغوط في كافة الاتجاهات من أجل الدفع نحو مجتمع مدني قوي. وصلت الفكرة سيد الزبير. سيد العقيلي، يعني أنت أشرت إلى نقطة أن هناك يعني منظمات مؤثرة ومنظمات غير مؤثرة، يعني برأيك هل هناك أصلا في المجتمع الليبي هل هناك الآن منظمات مجتمع مدني مؤثرة حقيقية وناشطة؟ هي الحقيقة يعني موجودة المنظمات. يعني أنا أحكي لك لعل الرقم اللي عندي أنا حسب ما أخذته من وزارة الثقافة بنهاية 2013 1911 منظمة حقوقية. سعيت فترة من الزمن للاتصال بهذه المنظمات. الحقيقة يعني خلينا نقول 90% من الأرقام لا تعمل، برضو الإيميلات نتاعهم ما يشتغلنش، وضعناهم كلهم في 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 المنظومة نتاعنا ونراسل فيها، لكن للأسف ما يشتغلنش، هن غير واقعية. لكن هناك منظمات قليلة لكن لها تأثير، لها عندها بصمة. طيب إذا السؤال يقودنا الآن إلى من هي هذه المنظمات؟ يعني هل تعدد لنا ولو بعض المنظمات التي لها تأثير الآن في 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 ليبيا؟ يعني أنا أعطيك مثال، الـ50 منظمة اللي هي وقعت عريضة بخصوص يعني انتقاد تحرك السيد برناردينو ليون، هذه منظمات موجودة على الأرض قائمة. هناك بعض المنظمات الحالية موجودة قليلة جدا، يعني على أصابع اليد الواحدة في بنغازي لا أستطيع تعدادها، لكن لها دور الآن في دعم الأسر، لها دور يعني كبير. لو نذكر هي ما هيش منظمة يعني بمعنى، لكن الهلال الأحمر الليبي في بنغازي له تأثير يعني مهم للغاية. هناك لجان
مشكلة في بمسميات مختلفة، ولكن لها يعني دورها في إنقاذ الأهالي، في توصيل المعونات، في نقل أو رفع الواقع اللي هو موجود. هذا لكنها قليلة، يعني قليلة للغاية بالنسبة لحجم الوظيفة المطلوبة منها في الوقت الحالي. لكن دعني طيب. بس أجيبك على السؤال السابق إذا سمحت. تفضل. يعني قضية المسؤولية هي مسؤولية جماعية، مسؤولية المؤتمر الوطني في سن يعني تشريعات بحيث تضبط حركة المؤسسات المجتمع المدني، تضبطها ولا تقيدها. هذا أمر مهم. مهمة الحكومة الآن، حكومة الإنقاذ، هي في إدماج وإشراك المجتمع في 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 في, في اتخاذ القرارات وفي توصيل المعلومات، يعني بمعنى يعني الأخذ والعطاء في نفس الوقت، وليس بمعنى معنى السيادي للحكومة. الجانب الآخر في مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تتكاتف مع بعض البعض. ايضا كل مواطن، كلنا الان يعني مسؤوليه ليبيا، مسؤوليتنا كلنا كافراد. نعم. في وصلت الفكره سيد العقيلي. السيد الحراري، اذا هل تعي مكونات المجتمع المدني ومنظماتها، هل تعي دورها وواجباتها في هذه المرحله الصعبه؟ أخي الفاضل، لو كنا غير هذا نكون جحفنا في حق كثير من هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني. نعم، تعي أغلب هذه المنظمات تعي دورها، وأنا قلت وذكرت حقيقة بالرغم من التعاطف البسيط جدا من فئات الشعب مع هذه المؤسسات، بالرغم من أن المنضمين لهذه المؤسسات المجتمع المدني هم قلة، إلا أن عملوا في ظروف جد صعبة، عملوا بداية الثورة حتى يستطيع أن تظهر هذه الثورة بشكل اللي ظهرت به، ثم لا زالوا يعملون لحد الآن. قلت وذكرت بأن هذه المؤسسات المجتمع لم تثنها حضور 10-15 شخص فقط في مناظرة حوارية بين بعض الأعضاء للمرشحين للجنة 60 أو للبرلمان، لم يثنها هذا على استكمال كافة برامجها. هي تعمل في جو غير مناسب حقيقة. يجب أن نعي الآن بشكل واضح أن الدولة تعيش في ظروف استثنائية ووضع غير مستقر. أنا نعتقد أن العامل الاستقرار الأساسي الآن يتكون من ثلاث تروس رئيسية: للسلطة التشريعية، المؤتمر، والحكومة الموجودة، ثم لابد من إشراك مؤسسات المجتمع المدني. هذه هي تروس الاستقرار داخل المجتمع، حتى لا نظلم كثير من المؤسسات التي تعمل، حتى لا نظلم. لو تكلمت مع النازحين الموجودين الآن في طرابلس، الموجودين في جنزور، والموجودين في كافة أنحاء البلاد، تقول من يرعى هؤلاء النازحين؟ ستجد دائما من يقول فقط مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون حتما مع الدولة بإعطاء بعض مساعدات من الدولة. لكن التثريب الآن على كافة الإخوة الذين تكلموا على مؤسسات المجتمع المدني، سواء الأخ العقيلي سواء الأخ كركاب، لا تنتظر من الحكومة، منا ولا من المؤتمر، منا. أنت الآن مؤسسة خارج هذا الإطار، عليك حقيقة أن تعمل الآن من أجل إيجاد مشروع لهذا القانون، أن تجتمع منظمات المجتمع المدني مع بعض الخبراء، ثم تعطي أفكارها الحقيقية من أجل إيجاد صياغة واعية لقانون يجمع هذا الشتات، ثم يعطي لهذه، لأن حقيقة لازم لا ننسى أن هناك تدخل أجنبي قوي جدا داخل ليبيا من مؤسسات دولية تؤثر بشكل كبير على هذه المؤسسات، وقد تؤدي إلى بعض الانحرافات. أنا لست مع أنصار نظرية المؤامرة، ولكن لابد أن نحدد، لابد أن نكون واعيين جدا في هذا الأمر. ما الذي يجب؟ يجب على الدولة، يجب على الحكومة، يجب على المؤتمر الوطني العام أن يتلقف، أن يساير تشكيل هذه المؤسسات، وأن يدعو هذه المؤسسات للمشاركة في إدارة حوار واضح داخلي. ونحن بدأنا في حوار واضح، وللأسف عندما بدأنا في الحوار الشامل والنوعي داخل ليبيا كاملة، انتهينا من الجبل ومنطقة الساحل وذهبنا إلى جدابية، لم يعي المجتمع الليبي ولم يعي حتى المؤسسات الرسمية للدولة أهمية هذا الحوار. وعندما حقيقة حصلت الأزمات الكبرى الآن في الدولة، بدأ نتكلم على أهمية الحوار. لو كنا من زمان حقيقة مشينا مع هذا المشوار ودعمنا هذا المشوار، لكنا الآن وصلنا لكثير من التوافقات. كيف تستطيع أن تعمل لجنة 60 من غير وجود حوار وطني شامل نوعي يعطي لهذه اللجنة المبادئ الأساسية حتى تستطيع أن تعمل بدل هذه اللخبطة التي حصلت في مشروع الدستور؟ الآن أمور كثيرة أختي أخي الفاضل نستطيع أن نتجاوزها.
بكثير من الحكمة، بكثير من الوعي للمرحلة التي نمر بها، لأنها مرحلة استثنائية محتاجة لحلول استثنائية. إذن سيد الأحرار، لابد من يعني تزايد درجة الوعي. سيد كركام، يعني استمعت إلى ما تفضل به سيد الأحراري، ولكن هل هناك يعني تكتلات ويعني تنسيقات أنتم اتفقتم وحاولتم أن تدخلوا فيها؟ نعم، دائما في موجود الأمور هذه عند المؤسسات المجتمع المدني في تكتلات. الفارق أن الأمر في المؤسسات المجتمع المدني أن كل عنده تخصصه. مؤسسات المجتمع المدني كل حد في تعاقد يكون يعني صعب شوية يكون في تكتل. يعني مثلا احنا نقول المؤسسات المجتمع المدني الإغاثة فقط، صعب أن تتكتل مع بعض. فكان العمل أن العدد البسيط جدا الذي يشتغل فعليا على الأرض بسيط جدا جدا، في قوة حقوقية إغاثية تنموية فدائما موجودة. طيب يعني ولكن انت استمعت الى السيد الأحراري حيث قال لا تعتمدوا على الحكومه او على الدوله، وانما اعتمدوا على انفسكم من ناحيه التكتلات حتى تثبتوا وجودكم، وبالتالي لربما ينشا بعدها قانون ينظم عملكم. كيف تعلق على هذه النقطه؟ نعم، احنا كان الاسبوعين الماضيين كان في اجتماع لمؤسسات المجتمع المدني تقريبا اكثر من 70 او 80 منظمه موجودين. درسنا القانون السابق لمؤسسات المجتمع المدني اللي كان موجود في الموجود اللي طرح المده الماضيه، وعدلنا في هذا القانون وحطنا النقاط اللي عليه، وعندنا اجتماعات اخرى ان شاء الله مقبله باش نعدله في القانون، يعني يكون عند الصيغه النهائيه لي وحنعرضوه ان شاء الله على الحكومه. ونتمنى من وزاره الثقافه ان هي كما اسلف اخي عقيل ان ندير فلتر، بالمعنى الليبي يديروا فلتر المؤسسات المجتمع المدني. يعني محسوب عندنا 4000 مؤسسه داخل ليبيا، الفعاله منها اعتقد لا يتجاوز 300 واقل. فهي هنا هذه هي المشاكل اللي عندنا الان. فاحنا يعني في تكتلات موجود عند مؤسسات المجتمع المدني دائما تلتقي اللي يشتغلوا على الساحه، يعني نعرفوا بعض وبعضنا. الكثرة يعني ما هي العمل على الساحة. فأنا نتمنى من بركم هذا الفاضل أن وزارة الثقافة تحاول تعيد النظر في مؤسسات المجتمع المدني الغير فعالة، تشطب أو تتنحى من أو تحرم من الإشهار الذي أعطى لها، لأن الإشهار يقعد مفتوح وهذه مصيبة ثانية. نعم، وصلت الفكرة سيد كركام. دعني أذهب إلى السيد أزوبير. سيد أزوبير، يعني هل هناك يعني هل تلاحظ أن هناك تهميش لدور منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة بالذات؟ سيد أزوبير، طيب دعني أذهب إلى السيد العقيلي. السيد العقيلي، فيما إذا كنت قد لاحظت لربما تهميشا لدور منظمات المجتمع المدني. هي الحقيقة يعني هناك نوع من الـ يعني عندنا مشكلة حقيقية في قضية الإدارة بشكل عام. يعني البيروقراطية اللي هي يعني ما زالت تلقي بظلالها على كل تصرفاتنا، كل حركتنا داخل المجتمع. يعني أنا بس أؤكد مثلا للأستاذ محمد، نحن يعني تقدمنا بمشاريع كثيرة سواء للمؤتمر من أيام المجلس الوطني الانتقالي ثم المؤتمر. الحكومة قبلت بنفسي أكثر من وزير بمشاريع، ولا يعني ليست لنا فيها أي فائدة مادية بحيث، لكن مجرد شعور بمسؤولية وبشعور بما فيها قانون يعني مؤسسات المجتمع المدني. ولكن هناك نوع من اللامبالاة، نوع من الفوضى الإدارية، ليست هناك متابعة، تعطي ملف يجيك بعد فترة اختفاء ولا تدري ما حدث. لكن لازم كلنا نشعر، المجتمع ككل، حكومة، مؤتمر، مواطن، نستشعر أهمية التكاتف مع بعض، أولى بمؤسسات المجتمع المدني أن هي تفرض نفسها على الدولة، تفرض نفسها على الدولة في جسمها التشريعي وجسمها التنفيذي. التكاتف إلى الآن زي ما ذكرت حضرتك ما هوش موجود، تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق، غياب يعني مفاهيم معينة إدارية، غياب خبرة، غياب إمكانيات، انعدام أو فقدان ثقة ما بين هذه العناصر،
كلها هذين عوامل يعني قاعدة إلى الآن تأثر في 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 عطاء المجتمع المدني مع بعض. نعم. لكن نعم. في وجهة نظري كل هذه المشاكل ستحل بإذن الله مع 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 الزمن ومع استشعار ومع يعني زيادة الوعي لدى المجتمع سوف تحل مثل هذه المشاكل. نعم. نحن الآن نعم. في ظرف نعم. غير طبيعي. نعم. سيد زبير، يعني هل يمكن أن يكون لمكونات المجتمع المدني دور في حال الأزمة الحالية؟ هو الحقيقة في نقطة مهمة جدا أن الحكومة التي توجد الآن حكومة الإنقاذ غير معترف بها دوليا، كان يفترض من منظمات المجتمع المدني أن تتحمل عبء كبير في سبيل توضيح رؤية الحكومة لدى المجتمع الخارجي وصد أي تدخلات خارجية، وكذلك الدفع بتوضيح الرؤية وما يحدث داخل الدولة الليبية، وكذلك التعامل بإنسانية مع الإنسان الذي يتواجد داخل هذه الدولة وتقديم كل الخدمات له بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وبعيدا عن أي انتماءات لأي طرف، وعدم تحريك الملفات التي تثير القضايا التي تثير العديد من المشاكل داخل الدولة الليبية، بل الدفع نحو العلاج وإلى توظيف العديد من المشاهد نحو تنقية الأجواء وتلطيفها والدفع بها نحو الحوار والحوار الجاد والمثمر واتجاه محاسبة المخاطئين والتوصيف نحو الذهاب إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي انتماءات أو تجاذبات سياسية أو انتماءات حزبية. وهو ما رأينا به أنه أضر بعض المنظمات، أضرت بالمشهد الليبي وتدخلت في بعض التقارير الحقوقية بالذات، وأوصلت بعض الصور التي أرادت أن توصلها ليس في سبيل التعامل بإنسانية في المشهد الليبي، ولكن في تحقيق بعض الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها هذه المنظمات التي اختلفت في دورها عن منظمات المجتمع المدني الحقيقي. نعم. طيب سيد كركام، يعني هل هناك أو هل يمكن أن يكون هناك دور حقيقي لمنظمات المجتمع المدني في حل الأزمة الحالية؟ هو الحل الجذري لا طبعا، لكن يد في حل الأزمة هذه اللي هو لتفعيل الحوار والجلوس فيه وتوعية الناس بقدر أهمية الحوار، وان لان الحوار هو الحل الأسلم لهالمشاكل هذه كلها الموجودة داخل ليبيا، بس يكون بضوابط معينة. أنا اللي بنقول يا سيدي الفاضل، نعم المؤسسات المجتمع المدني جزء منها كما قال أخوي قبلي بشوية، نعم جزء منها عندها توجه، عندها فكر، عندها للأسف الشديد انتماء معين، وهذا مفيد يعني ممكن حديثي ولادة في المخض هذا في لمؤسسات المجتمع، بس لكن لا ننسى الناس الفعالة، الناس المحايدة، الناس الموجودة اللي تشتغل مؤسسات المجتمع المدني اللي هي اللي ترى في أن ليبيا هي رقم واحد عندها في فكرها وتوجهها، ما عندهاش توجه آخر. نعم الحوار، بالحوار لمؤسسات المجتمع المدني لها دور فعال لحل الأزمة، دور فعال ليس حل جذري لكن لها دور فعال في حل الأزمة. أما موضوع سامحني موضوع الأزمة النازحين وغيرها، مشتغلوا والله يشتغلوا المجتمع المدني اللي نعرفهم أغلبيتهم يشتغلوا بمجهود البيت بالمجهود الشعبي لا طيب. على الدولة طيب. ولا نعم. على شكرا جزيلا لك سيد كركام، شكرا جزيلا لك. أذهب إليك سيد الأحراري، يعني بنوع من السرعة، ما إذا كان هناك يعني رأي في آلية كفيرة بتخفيف حدة الأزمة وتداعياتها على الدولة والمواطن. اسمع اخي الفاضل، اعتقد عندما نتكلم عن الحوار وكان ليس هناك الا حوار واحد ولا حوار جنيف، اذا ما الناس كلها لازم تشتغل هذا الامر، لا اخي الفاضل، هناك الحوار المجتمعي الان الشامل الذي يجب ان تعمل عليه مؤسسات المجتمع المدني، لان لا نحتاج الى الحوار في هذه الفتره فقط او في فتره الازمات، نحن محتاجين للحوار الدائم والمستمر حتى يصبح الحوار ثقافه، حتى يصبح الحوار يقينا عند الليبيين في حل كافه مشاكلهم في المستقبل، ولهذا لا يجب ان نتكلم عن الحوار فقط لان هناك ازمه، ولان لما بدانا الحوار لم تكن هناك ازمات متفاقمه بهذا الشكل، وللاسف الان تيقنا بان للحوار دور المجتمع الكبير، ولهذا انا اعتقد المؤسسات المجتمع المدني يجب عليها أن تطلب أن تكون متواضعة شيئا ما،
ولا تطالب بأمور. من يطلب الآن تدخل من وزارة الثقافة؟ حقيقة هذا طلب خطير بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المدني عليها أن تنظم نفسها. طيب. ولكن سيد الحراري أيضا في عجالة. نعم. سيد الحراري هل يمكن أن تثمر جهود منظمات المجتمع؟ أنا أعتقد أن الخبرة إن خبرة المجتمع المدني ستأتي مع الوقت، إن خبرة تراكمية وستعطي لهذا المجتمع ما يجب أن يعطى. والفترة هذه فترة تاريخية محتاجة للتضامن كل الجميع، وخاصة التروس الثلاثة التي ذكرت، لابد من شراكة واضحة من أجل بناء هذه الدولة التي ينتظرها كل الليبيين منذ زمن. شكرا جزيلا لك عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، رئيس المكتب الاستشاري للحوار الوطني ووزير الحكم المحلي الأسبق محمد الحراري، شكرا جزيلا لك. وأيضا من جنيف عبر سكايب رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد العقيلي، شكرا جزيلا. وعبر الهاتف من طرابلس رئيس اتحاد مؤسسة المجتمع المدني حي الأندلس عبد المنعم كركاب، أيضا شكرا جزيلا لك. وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي عصام الزبير، شكرا جزيلا لك. أشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.